كنت أناني طماع، بس السنين اللي فاتت غيرت وخلتني عايز أرجع أصلح كل حاجة. بس للأسف ما ينفعش أصلح كل حاجة وأنت عندك أسرار، إن السر ده نقطة ضعف ممكن حد يستخدمها ضدك. عشان كده بينكم النهاردة كان استغلت منصبي، كنت باخد عملات من ورا المكتب، كنت باخد فلوس من الخزنة، اسمها كنت بختلس فلوس من الخزنة. ما حدش اكتشفها بس كان ممكن يحصل. أنا كده بجازف بسمعة المكتب. لما وقفت مع نفسي وقررت أعاقبها بعدت عن المكتب، فاكر إن هو ده العقاب خلاص. ربنا كان عنده حكمة تانية، أخد مني أعز إنسانة في الدنيا، مراتي. عشان كده أنا بطلب منكم النهاردة تسامحوني. أنا آسف. بشكركم بجد، شكرا ليكم. هو احنا المفروض نعمل ايه؟ اللي انا كنت خايف منه بيحصل، اختفي انت دلوقتي. عايزك. انا اعذركم في اللي بتعملوه معايا، بس صدقوني انا اتغيرت، ما بقتش شريك بتاع زمان. شكرا يا زين على زيارتك ليا. اتكلموا معايا، خليني اصارح بنتي بالحقيقه. أطلب منها تسامحني. سامحيني. فيا ريت بقى انتوا كمان تسامحوني عشان نقدر نشتغل مع بعض. انت مجنون؟ انت رايح تهدد شريف؟ اهو اللي عملته جه على دماغنا. احنا اتفقنا وانت وافقتي ان انا اتصرف، والاتفاق خلاص انتهى. مش عايزه اشوف ادم في المكتب تاني. انا اسف يا فريده. اسف يعني ايه؟ يعني مش هرفض ادم. اوكي، انا هرفض ادم. انت قلتي لي ان انت هتعتبري ان انا ما كنتش اعرف، وانك هتديني فرصه اتاكد واعرف واخد قرار. وانا بقولها لك فريده، انا كنت عارف معينته. هتعملي ايه؟ هترفضيني؟ هو انت بتلوي دراعي؟ مش بلوي دراعك، بس بحاول اخليكي تفكري صح. لو ادم مشي انا همشي. اوكي يا سيلفا، امشي.